السلام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج رواد الاعمال. كما وعدناكم في كل حلقه انا استضيف رجل اعمال مميز او سيده اعمال مميزه. رحبوا معي اليوم بمستر حافظ الترابلسي، صاحب اون اوف ريل استيت. اهلا وسهلا فيك مستر حافظ. اهلا ومرحبا، نورتنا ببرنامج مستر حافظ. انتم اللي منورينا ان شاء الله. تسلم مستر حافظ. مستر حافظ، حابين نعرف اكتر عن حضرتك وامتى بدات تاسيس اون اوف ريل استيت؟ اول حاجه شرفتونا وانا راسي وعيني، وانا اخوكم حافظ طرابلسي، تونسي الجنسيه، استقريت في الامارات العربيه المتحده من سنه 2014 تقريبا 10 سنين، وانشانا شركه اون اوف للعقارات لما لقينا الارضيه متاحه والاوبورتونيتي متوفره في دوله الامارات العربيه المتحده. كمان عندنا خبرة بالعقارات في كذا دولة خليجية، من قطر للمملكة العربية السعودية للكويت، والحمد لله توفقنا بفتح الشركة من سنة 2020 برغم البانداميك وبرغم الكورونا وكل هذا، بس الدولة ما شاء الله ووفرت لنا الأرضية الممتازة والمميزة ونجحنا الحمد لله، وهلا مستمرين وان شاء الله خير الحمد لله. مستر حافظ، حابين نعرف ايه الخدمات اللي بتقدمها في اون اند اوف ريل استيت؟ والله خدماتنا عديده، يعني بالنسبه للاون اوف ريل استيت بنعمل اداره عقارات، بنعمل بيع وشراء، بنعمل كونسلتنسي، بنبيع التجزئه والبلك، بنبيع الفنادق الكوميرشال، عندنا كوربوريت تيم مختصه في كل ما هو اراضي كبيره بنايات، في كل ما هو مشاريع ضخمه، وعندنا طبعا الريتيل يونتس اللي هم الشقق الفلل الاراضي الصغيره، وبنعمل سبورت من A to Z مع الكلاينتس لو كان مشتري ولو كان بائع كمان، بالتقييد طبعا بالاجراءات المتعامل بها حسب دائره الاراضي والاملاك. الموظفين بتوعنا كلهم الحمد لله ريرا لايسنسد وتامين ان شاء الله، وغير هيك بنعمل البروبرتي مانجمنت اللي هي اداره العقار فروم A to Z كمان، وعندنا شركه ثانيه اللي هي الفرع الجديد اللي فتحناه من شي سنه ونص هلا، اللي هو بيعمل اللي هي اون اوف هوليداي هومز، اللي هي بتعمل الشورت تيرم رنتل. عرفنا انه في حاجه لهاي الشركه كانكسر للشركه بتاعتنا، بما انه عملائنا كلهم او اغلبيتهم 80% فيهم طالبين هاي الخدمه، ففتحنا الشركه هاي تو هاف الباكج واحد تحت امبريلا واحدة للكلاينتس بتوعنا. ما شاء الله. مستر حافظ، حابين طبعا في ظل المنافسة الشديدة الموجودة هنا بالامارات، حابين نعرف ازاي اون اند اوف ريل استيت قدرت تتميز؟ هو صراحة هي وان مان كومباني. الفكرة ابتدأت من حاجة، يعني شفنا انه في حاجة ماسة لإكسترا سيرفيسز وخدمات مميزة بسوق العقاري بالامارات، بغض النظر انه دائرة الاراضي والاملاك بيعملوا كل ما فيهم وكل ما بيوسعهم ومتألقين في الشغل العقاري، وبهدفهم انه تصير الامارات العربية المتحدة ودبي رقم واحد في سهولة الشراء والبيع العقاري. احنا لاحظنا انه في كمان حاجة للسيرفيس، البرسوناليز سيرفيس، التشخيص، فكل التيم بتاعنا وانا شخصيا يعني بنشتغل على هذا الاساس، انه بتكون personalized relationship، يعني علاقه خاصه مع كل شخص، لانه كل شخص مختلف عن الثاني. والحمد لله من 10 سنين انا بالدوله عندي عملاء اللي هم ابتدوا معي من 10 سنين لحد الساعه هم لسه العملاء بتوعي، فهاي بيميزني على غير المنافسين، بيميز شركة اون اوف بسمعتها. هلا 3 سنين اون اوف بس حافظ صار له 10 سنين بالدولة ومعروفين والحمد لله. فعنا الميزة هاي انه احنا وي بيرسوناليز، احنا الكلاينت لما يدخل لاون اوف بيصير واحد من العيلة، يعني بيصير متواصل معنا 24/7 في كل الخدمات، بيع شراء ايجار ادارة عقار استشارات كل شيء،
واحنا موجودين هنا لخدمتنا. فهاي الميزه الاولى. الميزه الثانيه انه احنا عندنا ملتي لانجويج تيم من سنه 2016 2017. احنا اتجهنا الى اوروبا، الى سوق اوروبا وخاصه السوق الفرنسي. فاحنا التيم بتاعنا 50% بيحكوا فرنسي، ايطالي، اسباني. فاوروبا بالنسبه لنا ارضيه، خلينا نقول لمستثمرين كثار. وهلا لاحظناها مع البانداميك انه هم اجوا بكثره، فلقينا حالنا جاهزين اوريدي، لانه من قبل البانداميك احنا اوريدي ان تاتش مع هذول الاوروبيين بصفه قوتنا في اللغه وقوتنا في الحضاره الاوروبيه. يعني بنعرف في الحضاره الاوروبيه، وكمان خبرتنا في سوق المملكة العربية السعودية كمان. فهاي ثلاث أربع مميزات إنه تخلي إنه إحنا we are specific أو إحنا مختلفين شوي عن الشركات الثانية: اللغة، الخبرة والمعرفة، والعائلة. نعم أكيد. يعني فعلا هون في trust بينك وبين الكلاينتس الموجودين هنا، بيجوا حضرتك بتقدم لهم كل الاستشارات الخاصة اللي هم محتاجينها إن هم ياخدوا هنا. أكيد التراست موجودة وتنبنى. إحنا بنقول الثقة تربح، يعني إحنا بنربح ثقة العميل من المعاملات الأولى، وبعدين العميل بيصير لحاله يعني يعتبر نفسه في بيته، في مع حافظ أو مع إكس واي زي من فريق أون أوف. فإيه الثقة عامل نجاح هام، وهام جدا for the long run، للمسافة البعيدة. يعني إحنا احنا ما بنعمل سيل اند ران، بيع وجري بعدين، لا احنا بنبيع وبعدين بنعمل كونسلتنسي وبنأجر، يعني علاقه مطوله. نعم اكيد. مستر حافظ، حابين نعرف نظرتك المستقبليه ان شاء الله. النظره المستقبليه، انا اصحابي بيعتبروني متفائل جدا والحمد لله، يعني تفائلوا تفائلوا خيرا تجدوه. وصح والحمد لله، من يوم جيت لهاي الدوله وانا في تقدم وشركتي في تقدم، الناس اللي حوالي في تقدم، والدوله نفسها هي اللي اعطتك الفرصه انك تتقدم وهي في تقدم. فلو نلاحظ احنا من 2014، من يوم توافق على الاكسبو في اكتوبر اف ام نوت رونج، والسوق العقاري في 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 هلع، خلينا نقول المستثمرين بكثره. بعدين اجت الازمه 2016 2017، ازمه مخفيه، الدوله عرفت كيف هاندلينج الازمه هاي. بعدين 2018-19 نفس الشيء، أزمة كانت مخفية في العالم، ونفس الشيء الدولة عرفت كيف تأبسورب الأزمة هاي. 2020 إجت الكورونا، الحمد لله نفس الشيء، يعني الشيوخ ورئيس الدولة والشيخ محمد وأبو خالد الكل عرفوا كيف يتأقلموا مع هذا الوضع العالمي، وطلعنا منها. يعني إحنا من الدول المفتوحة. إحنا مثلاً أعطيكم مثال صغير، بالهوليدي هوم في 2019-2020 وقت اللي كانت الناس كلياتها مسكرة، دبي سكرت بشهر 4 وفتحت بعدين للعالم. ولما فتحت للعالم أنا شخصياً كنت متخوف، ولكن في نفس الوقت متأمل في خير. occupancy rate، يعني نسبة الناس اللي جالسة عندنا بالهوليدي هوم كانت 98%. يعني هذا رقم مهول، هذا رقم يخلي دبي رقم واحد in top، خاصة بسنة 19-20 من ناحية السياحة. وهذا الشغل ما ظل هناك. يعني أنا لاحظت مثلا في قلب الكورونا، لو تروحي على الديجيتال وتشوفي الماركتينج اللي عم يصير على الديجيتال، بتلاقي أنه شركات محدودة جدا بتعمل ماركتينج and they invest، بيستثمروا في التسويق. ومنها الإمارات العربية المتحدة بتستثمر في التسويق لدبي ولأبو ظبي وللعين على السياحة، ولرأس الخيمة على السياحة. يعني هاي أخذت بالإمارات، بتعرف إنه الناس كلياتها عالقين بالبيت، عالقين بالكمبيوترز وبالموبايل، فاستثمروا في الماركتينج. فذي ذي 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 win a lot of audience، جابوا audience كبيرة، عرفوا بالإمارات لما كانت الناس في قلب الكورونا متخوفة من الكورونا. فهاي اوريدي يعني نقطة مفصلية، يعني تشوفي ايش الدايركشن والفيجن بتاع الشيوخ، يعني اتس اميزنج. ولما تشوفي انه انت دولة
بتعمل هيك لا 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 يخليك تتشائم، بالعكس تتفائل وبتعرف انه الجاي كله خير. فانا متفائل خاصه انه كمان سياسيا الدوله they are neutral، اقتصاديا الفورين دايركت انفستمنت متصاعد، الجي دي بي بتاع الدوله متصاعد من 5 إلى 6 كل سنه، فمتفائل جدا يعني. وكل التطلعات انه كمان الطاقات المتجدده 2030، يعني في كثير مشاريع جديده انه تطلع الامارات العربيه المتحده من الامبريلا بتاع البترول والغاز ومش عارف ايش. يعني صرنا بنحكي سياحه صناعه، تعرف انه ميناء جبل علي صارت من اكبر 5 مواني في العالم، صناعه الالومنيوم هنا بالامارات العربيه المتحده شركه الالومنيوم دبي الو it's one of the best في العالم، بظن اني توب 3 او شيء مثل هيك. فصار تنوع في الاقتصاد مما يتركك بس تقول يس احنا ماشيين للاحسن، ماشيين للبوزيتيف. يعني ما في شيء ممكن يخوفنا الا قدره الله، وقتها ما عندنا ولا شيء نسويه. انا حابه كثير روحك ما شاء الله عليك من الصراحه. الله يخليك، شكرا. ان شاء الله نتمنى لك كل التوفيق والنجاح بالمستقبل. بارك الله فيكي. بارك الله فيك. طبعا في ظل الكلام اللي قلته كتير عن دولة الامارات، مش هنغفل عن الامن والامان. ده ازاي قدر يساعد المستثمرين وبالاخص يساعد مستر حافظ ان هو يستثمر هنا بالامارات؟ شوفي، الامن والامان لا يخفى على حد. يعني من سنة 2016 ولما كنا احنا متجهين الى سوق اوروبا، كل سنة بنعمل دراسات، فبتلاقي مثلا انه دولة الامارات العربية المتحدة ككل رانكد رقم 2 في الامن والامان بعد دولة فنلندا. نعم. امارة ابو ظبي رانكد رقم 1 في الامن والامان في كل المدن العالمية. هذا 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 رقم يعني رهيب. يعني بتعرفي انه الساعة 4 الصبح، الساعة 5 الصبح، المدام الاولاد لو بيقدروا لو بدهم بيطلعوا بامن وامان. هذا كنز لحاله. يعني هذا لحاله كنز، مما يترك بيئه الاستثمار كمان مغريه لكل الناس وكل العالم. ولهيك احنا شايفين انه الهاي نت وورث سنه 2021 وسنه 2022 بيجوا على اساس سياحه لدوله الامارات ودبي، بعدين بتلاقيهم علقوا في الدوله. It's a trap. هذا فخ، انا بسميه فخ. انا لما احنا لما بنبيع عقارات لاوروبا ولامريكا ولاستراليا لكل الكونتيننتس بنقول لهم تعالوا سياحه، تعال It's a trap. I know. انا جيت هنا 2014 على اساس 3 سنين ورايح كندا موجود وما بفكر اني اغادر الدوله. يعني فعلا حقيقه ف It's a trap. هو فخ، الامارات فخ، تيجي تشوفها تعيشها ترتاح فيها. يعني امن وامان، كل شيء بالتليفون تسويه وانت جالس في بيتك، بتعمل كل شيء بالتليفون. يعني غير الامن والامان التكنولوجيا، يعني كل الفاكتس موجودين ومع بعض انه يخلوا الواحد يجي ويستقر في دولة الامارات، مما جعل انه بعد الاكسبو لحد الساعة دبي لحالها من 2 مليون و600 ألف صرنا تقريبا 3 مليون و600 ألف. يعني ما شاء الله. نعم أكيد. بدون تعليق على هذا الموضوع. أكيد. نشكرك كثير مستر حافظ لوجودك معنا بالبرنامج، نورتنا. بارك الله فيك. بالأخير حابين نقول للسادة المشاهدين إزاي يقدروا يتواصلوا مع On and Off Real Estate. طبعا On Off Real Estate احنا موقعنا بدبي. أنا المكتب الرئيسي بمنطقة التيكوم بالبرشا هايتس، برج دمك سمارت هايتس. على الجوجل ماب موجودين كمان On Off Real Estate، مش On and Off، On Off Real Estate. موجودين على الانترنت بالويب سايت on-offrealestate.com. إيميلات، إنستغرام، لينكد إن، كل شيء موجود. يعني بس small research وبتواصلوا معنا. شكرا كتير. الله يخليك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا تنتهي حلقة اليوم. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC. دمتم بخير وفي رعاية الله.